الحبل. الحبل، لماذا تحملين الحبل؟ عشان نلعب. عشان نلعب فيه. وغير الحبل؟ الكورة. الكورة. وغير الكورة؟ شو الأشياء؟ التاريخ والأمان المشتركة لدول الخليج العربية في نطاق آمال الأمة العربية المجيدة قد دفعها للتكاتف والتآزر وتبادل الخبرة في كل مجال في السراء والضراء. ومع ظهور البترول في هذه المنطقة أخذت أهميتها تزداد حتى أصبحت قبلة العالم أجمع، وتدفقت الأموال على منطقة الخليج، مما أدى إلى تطورها بسرعة فائقة في جميع النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية. وفي مجال تطور التعليم اهتمت حكومات الدول المعنية بافتتاح المدارس والمعاهد والجامعات الجديدة والتعاقد مع المعلمين من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم، كما شجع المواطنون على دخول المدارس بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، مع الاهتمام بتوعيتهم بأهمية التعليم في بناء شخصية الفرد وبالمردود المادي والمعنوي الذي سوف ينعكس على المتعلم في تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية. اليوم أطفال راح ناخذ درس عن البحر وعن الأعداد. كلنا ماخذين من العدد واحد لحد السبعة، واليوم راح نراجعهم كلنا مع بعض. كلنا نطالع هناك في عندنا. تهتم دول الخليج العربية اهتماما متزايدا برياض الأطفال، ويعكس هذا الاهتمام نظرة المسؤولين عن النظم والسياسات التعليمية في هذه الدول للناشئة، وذلك تمشيا مع تعاليم ديننا الحنيف، مستفيدين من تراثنا التربوي الأصيل ومن نتائج النظريات السيكولوجية الحديثة ونتائج الأبحاث والدراسات التربوية الرصينة. تتميز رياض الأطفال في الدول العربية الخليجية من حيث نشأتها وطبيعتها بأنها تربوية النشأة، وهي بذلك تختلف عن رياض الأطفال في الدول الأخرى والتي نشأت أول ما نشأت إما للعناية بالأطفال أثناء انشغال أمهاتهم العاملات في المجتمعات الصناعية، وإما لأهداف أيديولوجية كبديل للأسرة أو لتعويض الجو الأسري الجيد عندما يكون مفقودا. ويلقى الأطفال في هذه الرياض رعاية متكاملة تشمل جميع الجوانب العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية والخلقية. تسعى وزارات التربية للتوسع في توفير هذا النوع من التربية لأكبر عدد ممكن من الأطفال الذين هم في سن ما قبل المرحلة الابتدائية. تسعى دول الخليج العربية إلى مواكبة التطور في جميع مجالات الحياة، وإلى الاستفادة من تطبيقات العلم في توفير الجهد البشري وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الإنسان والارتقاء بأساليب حياته. والوسائل التعليمية الحديثة أصبحت من الكثرة والتنوع والفعالية إلى درجة تشجع على استخدامها،
وتكاد لا تخلو مدرسة من دول الخليج العربية من مختبر أو أكثر يحوي في الغالب أنواعا عديدة من الوسائل السمعية والبصرية، مما يسمح بتنوع الطرق والأساليب المستخدمة في التدريس، الأمر الذي يزيد من فعالية الطالب وحماس المعلم. أخواتي الدارسات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس القراءة. درسنا لهذا اليوم هو التعرف. ويعتبر التلفزيون التعليمي من أبرز تقنيات التربية، وقد بيّنت الكثير من البحوث والدراسات العلمية أهميته في توصيل المعرفة وتدريب الفكر وإغناء المواقف التعليمية بخبرات واسعة من كل مكان في هذا العالم مترامي الأطراف. والآن من تستطيع أن تذكر لنا بعض الكلمات التي تحتوي على هذا الحرف؟ وأنت عزيزي المشاهد الدارس، تذكر معنا بعض الكلمات التي تحتوي على هذا الحرف. نعم سميرة. غيداء. 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 ليس نظام المقررات نظاما مستحدثا، فقد أخذت به معظم الدول المتقدمة في العالم منذ عهد ليس بقريب، بعد أن ثبتت فاعليته وجدواه في علاج أهم جوانب القصور في النظام التقليدي المعروف نظام السنوات الدراسية. وقد تبنته عدة جامعات ومعاهد عربية خلال السنوات القليلة الماضية، كما قد تم التفكير في الاستفادة من هذا النظام في المرحلة الثانوية. ومن دول الخليج العربية بادرت المملكة العربية السعودية بتجربة في نطاق محدود منذ عام 1975، كما تبعتها الكويت وطبقت هذا النظام في إحدى المدارس الثانوية للبنين عام 1978، وبعدها في مدرسة أخرى للبنات سنة 1979. ويطمح هذا النظام إلى تنمية شخصيات الطلبة تنمية شاملة متكاملة من جميع النواحي الروحية والخلقية والفكرية والجسمية. المكتبة بستان المعرفة، قول مأثور يشير إلى أهمية المكتبات وضرورة انتشارها. والعرب على مر العصور كانت لهم مكتباتهم الشهيرة وكتبهم القيمة التي درست في جامعات العالم قرونا طويلة. وتهتم الوزارات المختلفة في دول الخليج العربية بالكتب والمكتبات، ومكتبات وزارات التربية والتعليم والمعارف في هذه الدول أنواع ومستويات، تكاد لا تخلو مدرسة من أحد هذه الأنواع. وهناك أنواع أخرى من المكتبات تتبع وزارات التربية والتعليم والمعارف في هذه الدول، منها مكتبات الكليات المتخصصة والمكتبات العامة التابعة للجامعات ومراكز الأبحاث والتراث القومي، وتحوي أمهات الكتب والمخطوطات ودوائر المعارف والمجلات العلمية والأدبية المتخصصة والدوريات العالمية والقواميس والتراجم والأبحاث الميدانية والدراسات العلمية الرصينة والإحصاءات السنوية وملخصات الأبحاث، كما بدأت مكتبات الأفلام المصغرة مايكرو فيلم في الظهور.
تعد البحوث جزءا من متطلبات العمل الأكاديمي لطلاب المعاهد العليا والجامعات والمكتبات في هذه المعاهد والجامعات مؤهلة لذلك. إن عملية محو الأمية وتعليم الكبار تعتبر مرحلة حيوية هامة في حياة الشعوب النامية الراغبة في التقدم، وتستهدف برامج محو الأمية وتعليم الكبار إتاحة الفرص للحياة الكريمة المثمرة لجميع الناس على مختلف الأعمار بغض النظر عن الجنس أو اللون أو أي فوارق اجتماعية، دون أن يتقيد بمرحلة تعليمية معينة يصل إليها الفرد. كما يستهدف تعليم الكبار إثارة اهتمامات الشباب الذين أتموا مرحلة تعليمية معينة وتنمية ميولهم وإتاحة الفرص لهم حتى يسيروا في ركب الحياة السوية دون أن يتخلفوا عن أقرانهم. كما تتيح برامج محو الأمية وتعليم الكبار الفرصة لهؤلاء الذين تخلوا عن دراستهم لسبب من الأسباب في بداية حياتهم، ويستنهض هممهم حتى يلحقوا بركب العلم والثقافة فيعوضوا ما فاتهم بالأمس بما يجعلهم يشعرون بالنمو ويمكنهم من ممارسة مسؤولياتهم في المجتمع كآباء وفنيين ومواطنين صالحين. يكاد يكون الاهتمام ببرامج النشاط المدرسي ظاهرة عامة في مدارس دول الخليج العربي، ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام جاء كنتيجة طبيعية لاهتمام التربية الحديثة بالنشاط، فلقد كانت التربية القديمة تركز على جانب واحد من جوانب شخصية التلميذ وهو الجانب الفعلي أو الأكاديمي. أما اليوم فإن النشاط لم يعد فقط جزءا مكملا للمنهج، وإنما أصبح جزءا من المنهج نفسه. وتتسم برامج النشاط المدرسي بأنها منظمة متكاملة يقبل عليها الطلبة عادة برغبة ذاتية ويزاولونها بميل تلقائي، وهي تحقق أهدافا تربوية محددة سواء أكانت في أوقات الدوام المدرسي أم بعد انتهائه. ما ينصب على الجانب المعرفي أو على التفكير الاستقلالي العلمي الناقد أو ما يتصل بالميول والاتجاهات والقيم أو ما يرتبط بالمهارات الحركية والفنية والاجتماعية. المجالات التي تتاح عادة لتلاميذ الكثير من مدارس دول الخليج العربية المجال الرياضي، وهو يلقى اهتماما بالغا وتعاونا خليجيا ملموسا توفر له الإمكانيات والفرص بطريقة تكفل تنوع قنواته وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الناشئة. هذه المجالات أيضا المجال الاجتماعي، ويعتبر العمل التعاوني مجالا واسعا لتحقيق أهداف هذا المجال، وخصوصا الرحلات والجماعات المدرسية وجماعات الأندية والزيارات المتعددة لمرافق البيئة.
عندي هني راح نقول موال تدور في الماء وموال لا تدور في الماء. تؤمن وزارات التربية والتعليم في دول الخليج العربية بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأبناء المتفوقين الموهوبين منهم والمعوقين سواء بسواء، أي أن العناية التي توجهها هذه الدول لم تقتصر على الأسوياء أو المتفوقين، وإنما أتاحت الفرصة للمعوقين حتى لا يصبح التخلف الحسي أو الجسمي أو الإدراكي سبباً في حرمانهم من العيش في المجتمع كأعضاء منتجين بالقدر الذي تسمح به إمكانياتهم. وقد بدأ الاهتمام الفعلي بالمعوقين في دول الخليج في النصف الثاني من هذا القرن، وتحاول دول الخليج العربية التي لديها مؤسسات تربوية خاصة بالمعوقين التوسع الكمي والنوعي المستمر في هذا النوع من التعليم. إن الاهتمام المتزايد بالجانب التطبيقي في العملية التربوية يعكس اتجاها قويا للسير في الطريق الصحيح نحو نهضة تعليمية شاملة تلاحق تطورات العصر وتعمل على التكيف السليم مع متغيراته المتسارعة. وإيمانا من وزارات التربية لدول الخليج العربية بدور التعليم الفني والمهني في تحقيق أفضل مردود للنهضة التعليمية، فإنها تعمل حاليا على ترسيخ دعائم الجانب التطبيقي في التعليم بشكل متطور مقبول يستهدف الوفاء بحاجات سوق العمل المحلية للدول المعنية من الفنيين في مختلف المجالات. لذا فقد أولت هذه الدول اهتماما خاصا لهذا المجال الحيوي، فسعت إلى إنشاء معاهد وكليات المعلمين والمعلمات في مجالات العلوم والآداب ورياض الأطفال والمكتبات وغيرها، كما أنشأت المعاهد التجارية والزراعية والتكنولوجية والصحية والموسيقية والمسرحية وغيرها. وقد استطاعت بعض دول الخليج العربية خلال السنوات العشر الماضية أن تغطي حاجاتها من المعلمين، وخصوصا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، وكذلك استطاعت أن تؤمن الكوادر الفنية والمهنية في مختلف التخصصات. مر السنين ازداد عدد خريجي المدارس الثانوية في جميع دول الخليج العربية بشكل كبير، فأخذت أعداد من الطلبة تلتحق بالجامعات العربية المتوفرة، وأخذت أعداد أخرى تسافر وتلتحق بجامعات أجنبية سواء على صورة بعثات دراسية أو على نفقتهم الخاصة. وقد أدى ذلك إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لدى الكثيرين من هؤلاء الطلبة، ففكر المسؤولون في دول الخليج العربية بالتوسع بالتعليم الجامعي عن طريق إنشاء الجامعات الجديدة أو توسيع الجامعات القائمة سابقا. وهكذا تزايدت أعداد الجامعات خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من الضعف،
وقد استهدفت الجامعات العربية هذه من إنشائها وتوسعها إلى إكمال السلم التعليمي في كل بلد، ورفع مستوى التعليم بصورة عامة، وتطوير الحياة والثقافة، وفتح المجال أمام الباحثين لإجراء البحوث التي تسعى إلى حل مشكلات البيئة وتقديم الخدمات المناسبة. كما استهدفت هذه الجامعات توفير الكوادر الفنية من المدرسين والمهندسين والأطباء والقانونيين والمحاسبين، والتغلب على مشكلات إفاد البعثات في سن مبكرة وما تؤدي إليه من ارتفاع نسبة الفشل والضياع ماديا ومعنويا، وكذلك التعاون على أعلى المستويات العلمية والتعليمية مع الجهات العربية والأجنبية بما فيه الخير لهذه الدول العربية والإنسانية جمعاء. ولم تقتصر طموحات هذه الجامعات على المرحلة الجامعية العادية، بل تخطتها إلى مجالات الدراسات العليا في نطاق الدبلومات مختلفة التخصصات والمستويات، وكذلك فتحت المجال أمام الطلبة المتفوقين لمتابعة دراساتهم وبحوثهم بهدف الحصول على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه، مغطية بذلك بعض الشيء مطلبا أساسيا وملحا لمجتمعاتها النامية. من كل ما تقدم يتبين لنا بوضوح مدى التقدم الذي أحرزته دول الخليج العربية في مجال التربية والتعليم، ويعود الفضل في ذلك إلى رغبة المسؤولين في تلك الدول إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في مجالات التقنيات التربوية ومسايرة التقدم العلمي في العالم، فكانت تسعى في كافة مشاريعها إلى إقامة ذلك التوازن بين رغبة الدولة في التطور وآمال الأفراد المستقبلية المتفقة مع حاجات المجتمعات وتطلعاتها. Thank you.